موقع أنا السلفي. أن إبراهيم عليه السلام نال هذا الشرف وهذه المكانة أنه بعث في فترة مظلمة من فترات الصراع بين الحق والباطل، كان الباطل قد وصل فيها مداه من الكفر والشرك والظلم والبغي والطغيان والفساد والانحراف، فكان لزاما من بعثة نبي ورسول على قدر عال وقدم عالية كيف يدعو أولئك إلى التوحيد الخالص وإلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فكان اختيار الخليل لهذه المهمة الصعبة والحرجة وفي أشرس قوم وفي أعتى قوم بعث عليه السلام، وكان من أعظم المقومات لنجاحه أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أمر مهم يحتاج كل داعية في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، الرشد الذي فسره العلماء كما تعلمون من الآية: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال أهل العلم: الرشد هذا أولا فضل ونعمة من الله عز وجل يمن به على من شاء من عباده، والرشد قالوا هو العلم